إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين كما تعودنا يوميا من قناتكم، قناة العلم لا يعرف الكذب. لكن قبل البدء، دعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. بعد الضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا ولسنوات، شهاداتهم كذلك صوت وصورة. هناك كذلك من يحصل على حسابات ممولة، هناك من يحقق آلاف الدولارات ربح انطلاقا مما نقدمه من علم ومن معرفة. نحن دائما نركز على العلم، لذلك سمينا قناتنا بقناة العلم لا يعرف الكذب، لأنه فعلا العلم لا يعرف الكذب. إذا تعلمت، طبقت، تعبت، ستحترف. هذا أمر يعني مفروغ منه، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي الناس الذين يعملون مجهود ويتعبون ويجتهدون ويجدون. وهذا هو مبدأنا في قناة العلم نعرف الكذب وفي عائلة ومجتمع العلم نعرف الكذب. لذلك نحن ننصحكم بالدخول في هذا العرض. هذا العرض هو عبارة عن تقنية، وهي تقنية التحليل الموجي كما لم تروها من قبل، والبرايس أكشن كما لم تروها من قبل. دورتين، هاتين الدورتين عبارة عن فيديوهات مسجلة تعطيانك 30% مما تحتاج لكي تحترف التداول. إذا بقيت 70%، هذه 70% تجدها كذلك في قناة التحليلات اليومية التي الموجودة ضمن العرض. تحصل على 4 أشهر فيها اشتراك فيها إذا اشتركت في العرض. هذه القناة التحليلات اليومية نحلل فيها يوميا كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية، من الاثنين إلى الجمعة مباشرة أمامكم، وترون بأم عينكم ما نقوم بتحليله وتوقعه يحدث بنسبة 90 إلى 95%. إذا بأم عينك ترى قوة التحليل الموجي برايس أكشن، قوة العلم، قوة المنطق. كذلك تحصل على 4 أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات، لأنك تجد تنضم إلى عائلة تساعدك، تأخذ بيدك لا تحترف، زائد كتاب استراتيجية تحصل عليه بعد أن تمضي 4 أشهر تدرس فيها أولا، قبل يعني حتى لا يتشتت تركيزك. كل هذا ب 197 دولار، أقل بعشرة أضعاف من السعر الحقيقي. هناك ناس يسألون لي هل يمكن التداول سبوت بهذه التقنية؟ أكيد، هذه تقنية تأخذها وتضبطها وتطبقها كما تريد على كل الأسواق، فوركس، أسهم، مواد أولية. هناك من يسألني هل هذه الدورة تطبق على باينانس؟ باينانس هذه منصة، قل لي هل تطبق على سوق العملات الرقمية وليس على باينانس؟ باينانس منصة. هذا السؤال يقول لأنك إنسان مبتدئ، سينصبون عليك كن حذرا، كن حذرا. من فضلكم حاولوا أن تفرقوا بين بعض الأشياء الأساسيات في التداول حتى لا يتم النصب عليكم. إذا أردت الاحتراف هذا هو العرض المناسب، معناه تتعلم، تطبق وتحقق أرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم. اكيد لا تنسوا كذلك الذهاب الى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com. في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحملها، مثل الدليل الاساسي للشموع اليابانيه المتدين، فقط تضغط على الان مجانا دعمك الخاص وتصلك الكتب الى ايميلك الخاص. تحذير: التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العمل في الكريم تتحمل أي مسؤولية. كل ما أطلب منك تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لعروضنا وإلى دوراتنا. البيتكوين قلنا إذا تذكرتم أنه إذا تم كسر هذه المنطقة بقوة، فبالنسبة لي البيتكوين هو يستعد للصعود، وبالفعل تم كسر هذه المنطقة بقوة. المفروض الآن تكون بريك ايفن. والآن لدينا نموذج آخر تصحيح، اكسباندين فلات. لاحظوا قد يكون هذا نموذج اكسباندين ويصعد البيتكوين ويطير من هنا، لأنه لا تنسوا أن البيتكوين كبنية هي بنية للصعود حاليا. بنية البيتكوين هي للصعود حاليا. لماذا؟ لأنه عندي هذا النموذج كما تلاحظون، ريجولار فلات، نموذج ريجولار فلات لكل هذه الموجة الدافعة. خلينا ناخذها على فهم اليومي، لكل هذه الموجة من هنا. إذا هذا تصحيح مناسب لهذه الموجة، هناك تناسب، نسبة وتناسب. إذا في أي لحظة الآن بعد هذا التصحيح قد إذا اكتمل قد يصعد البيتكوين كما قلنا لكسر هذه القمة كهدف أول،
مستوى 73,800 دولار كهدف أول. هناك أهداف أخرى، أهداف أخرى ك 87,000 دولار وال104,000 دولار، لكن انتبهوا فقط بعد أن يكتمل هذا الصعود قلنا سنتوقع نزولا لتقفيلات الموجة هنا، إلا إذا كان هناك تغيير في البنية. هذا هو توقعي إذا حدث هذا الأمر. طيب إذا الآن إذا نزلنا إلى فريم الساعة سنجد أنه لدينا نموذج expanding flat، تلاحظون كان هناك بعض التلاعبات. هناك إذا نزلنا حتى على فريم 15 دقيقة هناك حرب بين المشترين والبائعين في هذه المنطقة، هناك نطاق، تلاحظون الناس التي تفهم البرايس اكشن ودرست عندنا ستفهم أن هذا هو هذه المنطقة الخطيرة، منطقة الحرب بين المشترين والبائعين ياتي. فبالتالي سيكون هناك تلاعبات في هذه المناطق، أكيد سيكون هناك تلاعبات، قد يصعد من هنا الآن إذا كسر بالقوة، لدينا استراتيجيات لتداول النطاق، قد يصعد ويعود للتلاعب لمرة أخيرة ثم بعد ذلك يصعد ويصحح ويطير كذلك. إذا يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول النموذج، لكن هذا النموذج اكسباند إلى أن يثبت العكس. تعرفون ما هو العكس؟ هو أن ينزل البيتكوين بقوة ويكسر ثم يصحح هنا، هذا هو العكس، هذا هو العكس. لكن لحد الساعة هذا نموذج للصعود، هذا نموذج للصعود، فقط تنتظر أن يتم كسر ذلك النطاق بقوة. ويجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول النطاق، إحنا في دوراتنا عندنا استراتيجيات لتداول النطاق، عندنا استراتيجيات أولا لتحديد النطاق، لأن النطاق لا يمكنك أن تحدده هكذا بطريقة كما تريد. أوكي، إذا الآن فقط انتبهوا لأن هناك إذا لم يكن هذا اكسباندد، إذا لم يكن هذا هو النموذج، انتبهوا لأن هذه الموجة متذبذبة قد يعود بيتكوين، وهذا هو نموذج يتلاعب ثم يعود، إلا في حالة واحدة إذا تم كسر النطاق بقوة ثم بعد تصحيح بسيط للصعود. أوكي، إذا في جميع الأحوال بالنسبة لي هذه كما قلنا يوم أول أمس وبنية صعودية للصعود، ليست بنية هبوطية لحد الساعة، ليست بنية هبوطية. إذا دائما سأبحث عن متى تتحقق لي الاستراتيجيات لأبحث عن الصعود، متى يمكنني البحث عن الهبوط؟ في حالة واحدة إذا تم كسر هذا المنطقة مستوى 55,900 دولار بقوة ثم تصحيح هنا وبقي التصحيح في الطول الأخير، هذا للهبوط. وهذا الهبوط حتى لا أعرف إلى أين قد يصل، لأنه قد لا يكسر القاع ويصعد ممكن. إذا هذه المنطقة الوحيدة التي سأبحث فيها عن البيع، غير ذلك دائما سأبحث عن الشراء. كما قلنا أهدافنا هي واضحة ومعروفة منذ مدة ونحن نقول أهدافنا، هذا هو هدفي الأول مستوى ال 73,700 $73,800. هدفي الثاني سيكون كما قلنا 127 فيبوناتشي اكستنشن لكل هذه الموجة. خلينا نجيب الفيبوناتشي اكستنشن هكذا ثم هكذا. إذا 87,000 دولار، ثم هدفي الثاني تقريبا 104,000 دولار. هدفي الثالث لأنه ممكن يصل إلى 161.8 في فيبوناتشي اكستنشن، ممكن يصل، أنا لا أقول غير ممكن، ولكن فقط يجب أن نراقب هذه الموجة الصاعدة. إذا كان فيها زيادة في الزخام مع تصحيح هذا يقول ممكن، إذا كان فيها تناقص في الزخام مع إشارات الهبوط هذا يقول خلاص انتهت الموجة على مستوى 107. يجب أن تراقب هذه الموجة كيف راح تكون، هل هي على شكل اي بي سي، هل هي على شكل دبليو اكس واي اكس زد، ثم بعد ذلك هل بعد أن أكملت الزد هل هي لا زالت ستصعد لأنها بدأت تعطينا تصحيح كبير أو بدأت تعطينا انعكاس في أمور كثيرة جدا. التداول ليس بتلك السهولة ولكن كذلك ليس بتلك الصعوبة، فقط يجب أن تكون فاهم أمورك وضابط أمورك وضابط المنطق وراء التداول. إذا الآن هذا expanding، يجب فقط أن تكون لديك استراتيجية لتداوله. هذا النموذج على 15 دقيقة هو expanding، فقط يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداوله. كسر القمة يجب تحويله في الخسارة إلى بريك ايفن وتركه. إلى أين؟ إلى قمة الفريم اليومي، هذه القمة. إذا هناك فرصة لن تتكرر في البيتكوين، ركزوا فيها جيدا، راقبوا البيتكوين. لا تنسوا إذا أردتم احتراف هذه الطريقة نحن نوفر لكم عرضا، يعني من أفضل العروض التي يمكنك الحصول عليها إذا أردت احتراف
علم المنطق إذا أردت احتراف التداول. وهذا العرض هو هذا عرض قوي جدا، يعني من أفضل العروض الموجودة حاليا في عالم التداول. رابط الاشتراك موجود ومثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أو الرابط. اضغط عليه، تواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم يعرفكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.